لك شو في غانم؟ انت اللي احكي شو فيه. لك شو بدي احكيه؟ ليش كذبتي علي؟ ليش عيشتيني بوهم؟ عملتيني ولد صغير 30 سنة وانت عم تخدعيني وانا مثل الاجدب، وبالاخير بكتشف بالصدفة انه عدنان لا بيقربني ولا ابني بيكون. جاوبيني ليش خدعتيني كل هالسنين هاي؟ لك انا شو عملت لك؟ غانم عم تصدق كلام زمرد وتكذبني؟ لك خراسي انت لساتك متضايق مني مشان قصة عمار مو هيك؟ بس صدقني عملت هيك لاني بحبك وما بحب ولا مرة تشاركني فيك. بس انا هلأ كتير ندمانة وما رح اعمل هيك شي مرة تانية ولا فكر اني اقرب على ملك. بس بتمنى انك تعطيني فرصة تانية. استناني برا. ليش وقفنا هون نحنا؟ لأنه رح نشوف المحامي. لشو المحامي؟ أنا رح طلعك ليلى. السلام عليكم. مرحبا، شو عم تعمل يا ابن العم؟ خير؟ شو الموضوع؟ ايه لك انت ما كان عندك موعد من شوي؟ لكن وين حبيبة القلب تبعك؟ وين بدها تكون يعني؟ بقصر بيت كرمان اكيد ما انا عندي. شو عم تعمل؟ ليش ما اجت لعندك بقى؟ ليش يا حزرك؟ لانها مشغولة، عم تطبخ شي طبخة او عم تكنس وتمسح. واذا خلصت شغلها بتعمل اي شي، بس اخر همها انها تجي تشوفني لإلي. الله على الحب يا روميو، طالما بتحبها ليش ما بتروح انت لعندها؟ لك شلون بدي روح لعندها بأي صفة يعني؟ أنا ما بعرف أحكي ولا كلمة معها. والله مالي مصدق اللي عم بسمعه. بتخاف تحكي مع مرة وانت مرشح حالك لتصير رئيس بلدية؟ بيصير هالشي ها؟ قوم لا تخليني غير نظرتي فيك، نسيان انه أنا معك وما بتركك. سيف في ظهرك. قلت لي سيف بظهري؟ طبعا، كيف لكان؟ يلا قوم، لقلك قوم. رح تروح هلا وتوقف قدامها مثل البطل وتمسكها من ايديها وتهزها هيك. النسوان بيحبوا الزلم القاسي، خليك قوي مثل عنتر العبسي. مينو هذا سيدي؟ عنتر العبسي حبيب العبلة. لك هذا فارس وشاعر، كانت كل الناس تحسب له حساب وتطلع تطليعته. لك مو هيك؟ والله إذا بتحكي معه بهالطريقة رح تروح وما بقى تفكر تحكي معك بالمرة. لازم تتطلع بأسوأ، هي بنظرة فوقية مثل هاي هيك. ايوه هيك. ها هلا رح توقف قدامها مثل عنترة وتصرخ وتقول أنا بحبك. أنا بحبك ولك. شو قلت لي اسمه؟ عنتر العبسي. وانا رح كون عبسي، بدي ورجيه مين رشيد. يعني عليك والله بالبالك تشوف حالك وتكون عنترة. يلا خليني هلا نفوت لجوا مشان علمك كم كلمه تحكيهم معه. يلا. يلا تعال تعال. اجيتك يا نمر. خالي فاطمه وين حطهم؟ اتركي من ايدك انا بضب كل شيء. زهره اتركي خلص بقى. اي خدي. خلص بكرة بتروق. مو سهلة عليها، بتعرفي قديش بتحبك، لا تضغطي عليها، بتروق لحالها. بدك تتحمليها لأنها كتير زعلانة. كلها شهر زمان وبترجع مثل قبل. أنا بعرف إنه كل هاد بسببي، بس أنا هاد الشي عملته مشان مين يعني؟ مو مشان إجي وكون معه وضلني واقفة جنبها بكل الأوقات، وهالشي هي بتعرف إنه ما كان سهل علي. بس واضح إنها ما فهمتني. ايه وهالطريق كمان مسكر. ايه لوين بيكونوا راحوا هدول؟ يعني ما مرقوا من الحدود كمان.
الخيمة، الخيمة عم تحترق. كلام زمرد مزبوط، وانت طلعتي الكذابة. رح موتك بإيدي، حطيت ايدك على القرآن وحلفتي انه عدنان هو ابني، ما خفتي من الله؟ زرعت الفتنة بيني وبين جمال وعملتي مني حقير ومجرم. بدي افهم انت ليش هيك عملتي؟ ما فكرتي فيني؟ ما شفتي علي؟ بدي اترك هون وخلص منك، بدي ارتاح من العذاب اللي عشته. غانم غانم كرمال الله اسمعني شوي، انا عملت هالشي مشانك انت. لما جبت نافين الدكتور قال لي ما عاد تجيبي اولاد مره ثانيه، وانت كان ناطف قلبك على صبي، وانا ما قدرت اجيب لك اياه من لحمك ودمك، وزمرد كانت شايفه حالها انها قدرانه تجيب صبيان، وخفت انك تغار منها وتجيب لي ضر على البيت. ما خليت ولا طريقه ما عملتها لحتى احمل منك، رحت على الشيوخ وعملت سحر وما استفدت شيء. الله يلعنك يا بقيه، الله لا يوفقك، الله لا يعطيك العافيه. خلصي وعيش توحي. غانم هون شفت فاطمة عند هي الصخرة، كانت تاركة جوزها وهربانة وما بتعرف لوين بدها تروح، وفكرت تقتل حالها وتخلص من الولد اللي ببطنها. جيت أنا واخدت منها الولد وربيته. يعني عدنان مانو ابني الحقيقي؟ احكي. لا تقول، نحن اللي ربينا. يلا مسحي دموعك وحاش تبكي. اسمع يا أغا، ما رح تطلقني بهالسهولة، عم تفهم؟ مشان بنت جاية من الشارع مو معروف أصلا منفصلة، أنت بدك تتركني مو هيك؟ اصحي جيبي سيرتها على لسانك مرة تانية. اسمعيني منيح، رح تنزلي من السيارة هلأ وتوقعي عند المحامي كمان ونطلع من دون مشاكل، وإلا بقتلك بأرضك، تفهمي؟ لا تعمل أغا، أصلا ما صار لنا زمان متزوجين أنا وياك، بقتل حالي إذا عن جد صار هالشي. ليكي ليلى، هلأ بتنزلي وبتوقعي، ولا تخافي رح أمنك وجيب لك بيت وسيارة، وإذا بتحبي بترجعي ضرة، القرار إلك. عمي منصور، يلا عمي يلا. عجل والله انكسر ظهري، ما تركتني بين ايديهم لهالمجانين. معقولة تركك بين ايديهم؟ لازم نمشي من هون. تحمل عمي منصور. تحمل شوي عمي. وقفوا وقفوا. نيرمين، ما قدرت اتركك، سامحني. يلا عمي تعال. لا تقسي قلبك يا غانم، انت كمان بتحبه لعدنان مثلي واكثر. عدنان كتير بيشبهك، كلامه وتصرفاته، وانت اللي ربيته، هو ابنك انت يا غانم. بس هو مو من لحمي ودمي، ابن غريب ومو من عيلة كرمان. عدنان بيعرف انك انت ابوه وانا امه كمان. خرسي، بدي موتك، لازم تموتي، لازم تموتي.